الزمالك والاهلي هيخوضوا اخر بروفا قبل مباراه السوبر المحدد ليها 20 سبتمبر في غينيا الاستوائيه الاهلي والسنغال، هيكون الزمالك موجود هناك. الفريقين بيبحثوا عن نتائج ايجابيه قبل المباراه المرتقبه ما بينهم علشان تديهم ثقه وتجهز اللعيبه اللي المفروض هنشوفها في اللقاء، وطبعا لقاء منتظر من كل جمهور الكره في مصر واكيد في الوطن العربي، جمهور كبير وشريحه كبيره من جمهور الكره في الوطن العربي بيتابعوا ماتشات ديربي القاهره. ديربي القاهره اللي اتكتب عنه كتير جدا ارتكلز او مواضيع في صحف اجنبيه بانه واحد من اهم واعنف الدربيات في العالم.